اسمك كاري؟ محمد عزيز بن شحموط، ممثل فريق مستشفى محمد الخامس. الحمد لله مقابلة دازت في المستوى، كانت بين فريقين ديال مقاطعة ديال فحص أجرة والإخوان ديال المستشفى محمد الخامس. الحمد لله كانت مقابلة في المستشفى في المستوى كرة أخوية، انتهت بنتيجة 6 أهداف لصالح فريق ديالنا. يعني بالنسبة لكم كانت مباراة تدريبية؟ مباراة تدريبية، وكانت الحمد لله مباراة في مستوى، وكنشكروا الإخوان الروح الرياضية. أكبر خصم ربما كتغيب عليه اللياقة البدنية. تماما، وهذا إضافة للإخوان، حنا مستانسين كنلعبوا مع بعضياتنا هذه مدة تقريبا واحد 6 سنوات. كيفاش كتشوف الأهداف ديال مثل هذه التظاهرات؟ أهداف تعارفية الحمد لله، كتجعل الإخوان الموظفين كتعرفوا بيناتهم، والحمد لله كنحاولوا نكتسبوا اللياقة البدنية ونتنفس في هذا رمضان. وشكرا للجنة المنظمة، شكرا جزيلا، وشكرا خاص للجنة التحكيم واللجنة المنظمة. شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله.